تقنيه الاي ار الاوجمانتد رياليتي. هي تقنيه جديده، التقنيه ديت يعني هتغير المفهوم عن الصحافه المطبوعه. الصحافه المطبوعه انت عارف انها كانت راحه في سكه الانقراض شويه بسبب طبعا الـ 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 الحاجات الحديثه تظهر على طول كل لحظه ولحظه، المواقع الالكترونيه والمواقع الصحفيه وما شابه ذلك يعني. فكانت الاستاذ ياسر رزق اول ما مسك رئيس مجلس اداره قال لنا يا جماعه تقنيه الاي ار ديت شوفوها، فالحمد لله ربنا وفقنا ليها. تقدر من خلالها ان انت تتابع الحدث على الجرنان مرئي او صور او 3D او بانوراما. بنحاول ندخل خدمه جديده في مصر بنطور بيها الصحافه الورقيه، بعد الناس بدات تبعد عن الصحافه الورقيه شويه بنرجعهم تاني بخدمه جديده. بنقدر ندخل بنطور المحتوى الصحفي بخلينا بيخش عالم الديجيتال بطريقه مختلفه. والله الاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس الاداره طبعا كان منذ توليه رئيس مجلس الاداره حرص على انه يفعل تقنيه جديده في عالم الصحافه، وهي بس ما كانتش في عالم الصحافه، كانت في عالم الاعلان كمان بتفعيل تقنيه زي الاوجمانتد رياليتي اللي احنا عاملين النهارده اللانشنج الاوفيشال لانش بتاعها. التقنيه ديت بتخدم الجانب الصحفي بشكل قوي جدا، تخدم الجانب الاعلامي بشكل برضو قوي جدا الاعلاني. الجانب الصحفي طبعا بقدر ان انا اتفرج على الاخبار ابديتد، بقدر اربط فوتو جاليري بالخبر اللي موجود، يعني الخبر كان مرتبط بصوره واحده بس في الجورنان، ممكن اغير الخبر مثلا مع اصدار ثاني او اصدار ثالث، لا انا النهارده الصوره اللي مربوطه بالجورنان رابطها انا بالاوجمانتد رياليتي، فبقدر ادخل لما اعمل سكاننج بشوف فوتو جاليري كامل 10 15 صوره على نفس الحدث، فبقدر ان انا اتفرج على الحدث بشكل تفصيلي. طبعا بقدر كمان اربط فيديو لو في حدث مثلا معين، في اصطدام، في سقوط طائره، في حاجه ودوت عندي الفيديو بتاعه، بقدر اربط الحدث دوت بالفيديو، فمن هنا بقدر اشوف الفيديو كامل كان قدام شاشه التلفزيون او قدام الكمبيوتر.